تقدمت هذه الأسلوب الحكيم التي تبادر فيها القرآن الكريم وتبادر فيها العلم الحليم وتفجر فيها تذكرة وموعظة وذكرى لكل عبد منيب، وهذه تقديرا لكل من علمنا حرفا ولو علمنا آيات بينات من الذكر الحكيم ووصفنا فيها من الوصف الجميل وتعظمنا من هذه الفائزة الأولى في تجويد القرآن الكريم، وعلى من عظيم وعلم وحلم وفن وتمويل في هذا التعظيم، وموجة في الناس الذين تبادروا وجاءوا في مكان عظيم وموسم جليل وتعاهدت فيهم الوجوه والوسوم، وهذه قضية إخلاصية للناس وموعظة للناس كلهم أشرافا وتعظيما وتمويلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، تشرفت اليوم بهذه الجائزة بعد الشكر الله تبارك وتعالى، وأشكر من هذا المنبر والدتي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن عظيما نورا لها في الدنيا وفي الآخرة، ومن هذا المنبر أجدد رحمتي على والدي الذي توفي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إن شاء الله تبارك وتعالى القرآن عظيما نورا له في قبره ومونسا له في قبره إن شاء الله، وشفيعا له يوم قيامة إن شاء الله تبارك وتعالى وسائر جميع المسلمين. كما أجدد الشكر والفضل يرجع إلى شيخي وأستاذي ومربي ومعلمي الشيخ الفال سيدي إبراهيم الفال، أشكره من هذا المنبر على مجهوداته الجبارة، وأشكر جميع طلبة الحضور، وأشكر جميع طلبة خريج مدرسة هذه المدرسة على هذا الحضور الكريم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. أنا أحد أبناء المنطقة، منطقة ولا الفيلاج ديال أوكوك. أنا قريت هنايا في هذه المدرسة العتيقة في 5 سنوات الأولى ديالي في العمر ديالي، وحفظت فيها الحمد لله 20 حزب. ودابا اللي بغيت نشرح هو انه ماشي ضروري اي واحد قرا هنايا راه خصو يتكون باش يولي فقيه. انا الحمد لله دابا راني دكتوره في ماناجمنت دو بروجي وفي لو ان سي جي، دونك درت واحد الكارير جديده، درت واحد الحاجه مختلفه، وهادشي كلشي سي غراس لهاد ليكول هادي، داكشي اللي خدينا منها وداكشي اللي تعلمنا منها. اتيت الى هاد المدرسه في تقريبا حوالي اواخر 95. الحمد لله المدرسه بخير وعلى خير، والطلبه ديالنا داروا لنا واحد تكريم، الله يكرمهم الله يوفقهم ان شاء الله. حنا ماشي اهلا لهذا الشيء اللي داروا لنا وهذا الشيء كل شيء، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يجعل كل شيء خالصا لوجهه الكريم. وجاو الفقهاء والعلماء لاجل الله تبارك الله، شرفونا بالقدوم الى الله يجزيهم بخير. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وانتم كذلك مسيره موفقه ان شاء الله، الله يوفقكم. من اللي جيتوا درتوا التعب ديال الطريق باش تحضروا معنا، شكرا بزاف، باش دير واحد الاطلال على هذا الواد بعيد عن الحضارة كل البعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله وأن يرزق لكم النجاح في مستقبلكم. شكرا بزاف. مازال الحمد لله مستمر في هذه المدرسة، لا زلت حاليا مستمر، والحمد لله كنتمنى الله سبحانه يوفقنا في هذا العمل ونجعل عمله خالصا لوجهه الكريم. أنا حوالي 28 سنة تقريبا في هذه المدرسة، ومازال مستمر إن شاء الله، وكنطلب الله سبحانه يعاوننا في هذا العمل الشيق إن شاء الله بإذن الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.